اهلا وسهلا البنات، دائما مع لطوفه ومع الجهد وكل ما كيتعلق بجمال المراه. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد القماش اللي هو خفيف ظريف. كما كتعرفوا بان هناك موسم الصيف، هناك بعض الفتيات هم مقبلات على الزواج، لازم انهم الذات ديالهم او البشره ديالهم انهم تكون نقيه، وكون كتوفر على واحد اللمعه. الماسك ديال اليوم هو او القماش ديال اليوم هو قماش طبيعي 100%، فالاحتياج ديال الاحتياجات ديالنا غتكون الخاصه به. فاول حاجه غنحتاجوا لها وهي القشور ديال الليمون، وكذلك لدينا الاحتياجات بالقشور ديال الحامض، وكذلك لسكر سنيده. انا الان متوفر عندي الابيض، من الافضل انه يكون عندكم السكر الاحمر لانه كيتوفر على واحد الاحمر. كما كتلاحظوا عليه انكم لما الى شريتوه فالى درت ذوقتو في واحد الحموضه، في واحد لاسيديتي اللي هي مفيده للبشره. انا الان بيسكو بغيت ندير لكم هذا القماش، عندي غير سكر سنيده الابيض. هناك الاحتياج ديالنا كذلك لا غليسرين، وكذلك للروح ديال الزهر، الروح ديال الزهر. فاليوم غادي نعطي لكم جوج تاع لي قماش، كاين قماج الاولاني ديال الجزات والثاني غنزيد عليه بعض الاضافات اللي غادي يمكن لي نطبقو حتى على البشره. فالاحتياجات غادي نبداو اننا لدينا جوج معلقات ديال سكر سنيده، وغادي نزيدو عليه جوج معلقات ديال القشور ديال الليمون، وكذلك غادي نزيدو عليه واحد معلقه واحده ديال القشور ديال الحامض، وغادي نضيفوا عليه لا غليسرين. كما كتعرفوا بان زيت لا غليسرين هو مرطب جدا للبشره، يمكن لي نضيف كذلك جوج ديال المعالق ديال زيت لا غليسرين. وبعد هذا غادي نضيف عليه غادي نضيف عليه الروح ديال الزهر، الريحه ديالته غزاله البنات. موجود عند البارافارما، موجود كذلك عند الفارماسي، موجود كذلك عند العطار. العطار حتى هو بداو كيجيبوا لا كاليتي في لي شوز، كذلك عندهم الروح ديال الزهر. فغادي نضيف واحد جوج معلقات، فوالا جوج معلقات ديال الروح ديال الزهر. وغادي نبدا على الخلط ديال هذا جيدا. فهذا البنات غزاله الريحه ديالو، فكما تعرفوا بان التجانس ما بين القشور ديال الحامض والقشور ديال الليمون مع الروح ديال الزهر، فهو كيعطي واحد الرائحه هائله. انا دابا كنخلط فيه والريحه ديالته فهي ما نقول لكمش عاطره، غزاله غزاله غزاله. دونك ملي كيتخلط لينا مزيان يمكننا اننا غادي نضيفو على جميع انعاء الجسد بهذه الطريقه، اننا كنحطوه وكنبداو هكا على القماش. سنيدة كذلك مفيدة جدا للقماج ديال الجسد، بحق ما تكونش ديك السنيدة اللي كتكون غليظة فهي كتجرح في كسانة رقيقة. بالنسبة للسنيدة الأخرى الحمراء حتى هي كذلك فهي ما كتجرحش. غزالة 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 الريحة ديالو. أنا راه وريت لكم دابا في التطبيق على اليدين، على يديا، لانني غادي ندخل غنعمل دوش وغندير به هاد غادي ندير به ان كوماج للدات ديالي كامله. فمنين الان ملي طبقنا هذه على الوجه على البشره يمكننا كذلك نطبقوا نفس الماسك على البشره. فانا غادي نجرب لكم غادي ناخذ لكم منه غير معلقه، ولكن هناك بعض الاضافات اللي غنزيد عليه هما زيت الجزر، معلقه واحده ديال زيت الجزر. كما كتعرفوا كذلك بان زيت الجزر عنده فوائد كبيره وكثيره،
على البشره اللي توفر ديالو كيعطي واحد اللمعان كيعطي لا ميلانين للوجه اللي كيوحد اللون ديال البشره. غنزيد عليه معلقه صغيره ديال زيت الكوك. اللي ما توفرش عنده زيت الكوك يمكن له يدير الكوك داك اللي كنعملوا في الحلوه، يمكن ديروا منه كذلك معلقه كبيره. وكنبدا على الخلط ديال هذا في نفس الوقت. غادي نبدا على لو غوماج ديال البشره ديالي، فهو كذلك غزاله الريحه مع الزهر، مع الزهر مع زيت الكوك، ما نقولكمش كيعطي رائحه هائله جدا ومستحبه. لي تالمون ديال هذا اللي على البشره يمكن لكم تاتاليو على الوجه وعلى العنق. علاش هذا علاش هذا درنا فيه الحامض وما ما ضفناش فيه هاد المسائل، باش انه يمكن لنا هاد المكونات تعمل لنا القماش مزيان على البشره، لان على الدات ديالنا، لان الدات من الداخل فالجلد كيكون شي شويه قاصح. داكشي علاش اننا حتفظنا غير بلاسيديتي ديال هذا، وهذا باش تخدموا مزيان. فكنتمنى البنات بانه يكون هاد الوصفه انه رخصكم، وكنتمنى انكم تعملوا بها. والى اللقاء في وصفه زينيه في قماش او ماسك ان شاء الله. هذا غنبقى به واحد شويه، غادي نزيد عليه وغادي نبقى به واحد شويه، وبعد هذا غادي نرجع لكم. البنات من بعد غسلت البشره ديال الوجه ديالي وانا مازال ما عملت انما على البشره، خليته تقريبا واحد ربع ساعه، وبعد هذا انا غسلته. فما كتصوروش بان الريحه اللي كتفوح لي من الوجه وكذلك الرطوبه اللي توفر عليها واللمعان. الى اللقاء في فيديو ثاني باذن الله. باي.